بدي اخد اتصال من النجمة تقلى شمعون يلي موجودة حاليا بتركيا وعم بتصور ومحجورة. تقلى شمعون مساء الخير. مساء النور هشام. موجودة مساء الخير كمان للدكتور نسناس. موجودة حضرتك بتركيا؟ نعم. قدي صار لك؟ يعني صار لي فترة كنت هون بشغل، ولكن لأسباب تفشي وباء الفيروس كورونا اللي هو وباء عالمي. نعم. اللي قاعد كل العالم ببيوتها. نعم. عم تتخيل مثلا انه نحن بأي زمن، مثل كل العالم اضطريت اني انا اتبع التعليمات اللي عم بتكون هي تعليمات عامة، يعني مش بس موجودة هاي التعليمات بلبنان. وكنت عم بسمع هلا الدكتور ناس يعني لازم العالم يعني تكون واعية لهذا الموضوع، وما يعني تقول انه لا انا بعيد عن هذا الشيء. يمكن في اوقات كثيرة الناس صارت تعبت من انها هي تقعد لوحدها، خاصة نحن صرنا بزمن بتعرف يعني صرنا كنا مثل المكانات. صحيح. بنمشي الاجنده تبعنا معبيه، ما عم نعرف نهارنا 24 ساعه ما بيكفينا شو بدنا نعمل اشياء. نعم. هلا الاجنده تبعنا في زيادة. تقلى شو بتحبي تسالي دكتور نسنس؟ شو عندك هاجس؟ اكيد يعني حابه هيك ضوي على نقطه، يعني ما بعرف قديش هذا الفيروس يعني هو فيروس انتجته الطبيعه أو فيروس دخلت فيه يد بشرية. هذا الفيروس قدي يعني بيقولوا إنه مزبوط الـ 5G عنده تأثير على مناعة جسم الإنسان، بيزعزع المناعة عند الإنسان، وهيدا الشيء بيخلي الفيروس أو خلي جسم الإنسان يتأثر أكثر بالفيروسات. قدي مزبوطة هيدي الخبرية دكتور؟ إيه لا، خبرية إنه الإنسان دخل لفبركه هالفيروس من الناحية المبدئية يعني أنا ما بتصور حدا في يعمل هالشي. هلأ في طريقتين، يا منقول هيدا بايو تيروريسم، معقول شي دولة أو شي إرهاب بيولوجي بشي استخبارات دولة أو منظمة معينة فبركت فيروس، وممكن بس ممكن بدها تفبرك وبيرتد الفيروس عليه. هيدا ممكن تفبرك فيروس وتكبه محل، بس عادة ما حدا بفبرك فيروس بيرجع له. يعني وقت بتعمل ثريت باك، تعمل تهديد لمحل، بدك تضرب يضل محله ما يرجع، او عم تضرب بشيء بينتقل بالهواء. نعم. او بالتنفس. ما ممكن، لانه الناس عم تسافر، الارض مفتوحه على بعضها، ناس بالطيارات، يعني اذا حيلا بلد كب هيك فيروس ما رح يرجع له. يعني اذا قلنا الصين بلشت بالغلط اكلتها، اذا قلنا مثل ما اتهموا الولايات المتحده يعني صار عندهم اكثر عدد، صاروا 190 الف واحد منصاب. ما فيك تعمل هيك. هلا فيك تقول لي في واحد مجنون بالعالم، انت بتستبعد فكره انه يكون مع من الناحيه المبدئيه انا بستبعد كثير. هلا اذا طلع شيء واحد مجنون عملها ما فيني اقول لا 100%. دائما بالطب ما في واحد يعرف شيء 100%. صح. وين في حدا اخوت عمل له شيء شغله واذى العالم فيها؟ صحيح. وشفنا اكزامبلات بالزمانات. تقلى شيء مزبوط انه هو له تاثير يعني على يزعزع. عم تحكي تحديدا عن 5G وعم تقول قد ال 5G بيزعزع المناعه او بيهدد المناعه؟ ما بتصور، لا مش له نو يعني جهاز المناعه ما بيتاثر، ما في دراسات اكيد. حتى تيتاثر الجهاز المناعه تبعنا بال 5G بده اكثر من هيك ليتاثر. تقلى شمعون، هل اجراءات الحجر بتركيا صارمه او مثل بيروت؟ مثل ببيروت كل ما الواحد عبق بيظهر ليكزدر. بدي اقول يعني الاجراءات هي وحده وين ما كان، واللي عم بيتبين انه هذا بيرجع للوعي يعني عند الانسان وعند الفرد. اكيد لازم يكون في تدخل من السلطات اذا كان في شيء يعني فاضح، يعني انه الناس ما عم بتعمل الحجر مثل ما لازم. انا بالنسبه لي هو تعليمات هي وحده وين ما كان. اكيد يعني بنشوف ناس عم تظهر تجيب اغراضها، ولكن في وعي كمان انه كيف لازم تكون الظهره. يعني اذا هلا العالم بلبنان اخر الشهر نزلوا كرمال يجيبوا معاشاتهم ويروحوا على الاي تي امات لحتى يسحبوا مصاري لحتى يعيشوا، بس بتمنى عليهم انه يسمعوا للاطباء، يسمعوا للحكومات لتوجيهاتها، يعني ياخذوا هذا الموضوع بجديه اكثر واكثر. بس لا، التعليمات هي ذاتها وين ما كان. ولبنان يعني انا حسب ما عم بشوف هلا عالميا، حسب ما عم براقب على كل المحطات وكل العالم، يعني لبنان اثبت انه كان عنده وعي بمواجهه هيدي الازمه. عنده وعي، بس في كثير منهم كمان عندهم لا وعي وبحاله فقدان وعي. يا تقلى، بعد في ناس كثير مخمنين انه هي نزهه،
انه الواحد بكل المجتمعات هيك نفس الشيء هون، يعني بكل المجتمعات هيك في يعني بتتفاوت المجتمعات. تقلب بس بتحبي ترجع على لبنان مع الرعايه يلي عم بيطلبوا اجلائهم؟ اكيد، يعني في كتار من الفنانين يلي هلا موجودين خارج بلدهم لانه بتعرف كانوا عم بيصوروا او عندهم نشاطات فنيه عم بيقوموا فيها خارج بلدهم، والفنان يعني وخاصه انا منهم وكتار منهم انه نحن بنروح لبرا بشغل ولكن نحن عايشين بلبنان. يعني نحن طبابتنا بلبنان، حياتنا العائليه بلبنان، حياتنا الاجتماعيه، انتمائنا لوطننا، نحن بلبنان موجودين يعني. فمش معقول دل نحن برا ونحن يعني هونيك لازم يهتموا فينا. يعني انا ما بقول انه هون، انا الحمد لله الشركه المنتجه هي كثير دايره بال علينا، هي وفرت لنا ظروف معيشيه كثير منيحه، ما عم بتاثر بشيء ابدا، ولكن انا بحس بالامان اكثر اذا كنت انا بوطني. نعم. مع الاطباء اللي انا بعرفهم. شو بتنصحها لتقلا؟ يعني تبقى مطرحها ولا تجي؟ لا تجي، اكيد تجي، بتنصحها انه تجي على لبنان؟ اكيد تجي. نعم تقلا شمعون، شكرا لك، خليكي بالفندق، نحن بالبيت. انا بس بدي اقول شيء، بدي اقول شيء كمان، بدي احيي اشخاص كثير هون عم يهتموا، بدي احيي السفير اللبناني اللي هو كمان يعني مهتم كثير بملف العلقانين من اللبنانيه، واللي هو يعني داير باله عليهم لحتى وصلهم امنين. وبدي اقول انه نحن كمان يعني بنرضخ لقرارات الحكومه، لانه الحكومه كمان هي حريصه على انها هي يعني تامن امان المواطنين المقيمين في لبنان. نحن رح نكون يعني تحت اي شرط هي بتحطه لحتى نحن ما ناذي اهالينا اللي موجودين بلبنان. نعم نعم تقلا شمعون، شكرا لحضرتك، ستي سيف، خليكي بامن وامان، وان شاء الله ترجعي لنا بالسلامه. شكرا لك. شكرا.